عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهارده هنكمل جزئية الأمن الرقمي. نعتبر خلاص وصلنا لنهاية الكورس إن شاء الله. هيبقى في محاضرة كمان يوم الجمعة الساعة 2 زي ما تعودنا. هنخلص فيها كل الحاجات اللي احنا محتاجينها إن شاء الله، بحيث إن الناس زي ما قلنا اتفقنا احنا نطلع من الكورس ده وفاهمين كل ما يخص الثلاث شهادات، سواء كان الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي سي. كان في امتحان نزل، الناس تدخل تجرب، انا عايز الناس تجرب تشوف مستوى وصل لحد فين. يعني فض من وقتك مثلا في حدود من نص ساعة لساعة. الامتحان مش هياخد معاك الوقت ده كله، امتحان بسيط، امتحان سهل. الامتحان يعني في حدود من ربع نص ساعة تلاقيه خلص معاك. تمام، كويس، امتحان سهل والله، مفيهوش أي حاجة، بس كل القصة عشان تتعودوا على الاختبارات الدولية وتكون جاهز ازاي، ومنها تعود نفسك على السرعة، لأن الاختبار الدولي مش هيستناك لحد ما تخلص ولحد ما تفكر. لا، هو عايزك حد، مش هقول حافظ، حد فاهم كويس هو بيعمل ايه. طيب نبدأ في محاضرة النهاردة، ونبدأ بحاجة اسمها البث المباشر أو اللايف أو البودكاست. البث المباشر أو البودكاست ده معناه ان انا بعمل فيديو في نفس ذات اللحظه. يعني دلوقتي احنا موجودين كلنا على زوم، احنا بنعمل بث مباشر، بنعمل حاجه في نفس اللحظه. يقول لك ايه؟ هو بث فيديو مباشر في الوقت الحقيقي للجمهور من خلال شبكه الانترنت، فكل ما تحتاجه لبث فيديو مباشر هو جهاز يدعم الانترنت. يعني كلنا هل قادرين نعمل بث مباشر من غير انترنت؟ لا. طيب في بعض المنصات اللي من خلالها بقدر اعمل بث مباشر زي ايه؟ حاجه اسمها لايفلي، يو ناو، وسناب شوت. دي كلها برامج من خلالها بقدر اعمل بث مباشر. برضو فيسبوك، تويتر بيعملوا برضو البث المباشر. طيب عايزين نعرف الفرص والمخاطر بتاعت البث المباشر. البث المباشر في اغلب الاحيان بيعزز الغرور عند الشباب، وبيحفز بعض الناس. يعني في بعض الناس بيسيبهم بالغرور، والبعض الاخر بيحفزهم ان هم يقدموا افضل ما عندهم. دلوقتي كل اللي عايز يتجه ان هو يكسب فلوس يفتح له قناه على اليوتيوب، ينزل حاجات، طريقه عمل مش عارف ايه، خطوه مش عارف ايه، ازاي ابنك الصغير يمشي، حاجات ملهاش اي اساس من الصحة، بس كل ده عشان يكسبوا مشاهدات في الاخر. طيب البث المباشر لازم اللي يكون ملاحظ او شايف البث المباشر عمره ما يقلش عن 13 سنة، عمره ما يقلش على 13 سنة. الهواتف المحمولة، التلفونات اللي في ايدينا فيها موضوع التطبيقات اللي هي خاصة بالبث المباشر. فالبث المباشر مش خاضع للإشراف، يعني أي حد ممكن يدخله. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. أنا ممكن أشارك البث المباشر ده مع أكتر من حد؟ آه، ممكن أشاركه مع أكتر من حد في نفس اللحظة. طيب أنا كمعلم علشان الطلبة من المخاطر بتاعتها، لازم أتكلم دايماً مع الطلاب على موضوع البث المباشر. انصحهم ان هم يحموا معلوماتهم الشخصيه، يعني مش اي حد يروح يعمل ويخلي المعلومات الشخصيه بتاعته عامه لكل الناس. نرجع نكمل زي ما قلنا، ارشادات المعلمين لحمايه الطلاب من مخاطر البث المباشر. يعني انا كمعلم لازم احمي الطلبه بتوعي من البث المباشر او اللايف، احنا الحاجه اللي بتتم في نفس ذات اللحظه. زي ما قلنا، انا لازم دايما اتكلم مع الطلاب على مخاطر البث المباشر. لازم انصح الطلبه او المتدربين ان هم يعملوا حمايه لمعلوماتهم الشخصيه، يعني مش اي حاجه او مش اي حد يدخل على الصفحه بتاعتي يلاحظ عني كل حاجه. خلي المعلومات بتاعتك خاصه وليس عامه بالنسبه للناس. لازم نعلم الطلبه ان هم يقولوا لا على الحاجه اللي هم مش بتريحهم. انا لو كطالب او كمعلم في حاجه ما تريحنيش، لازم اقول عليها لا.
طيب، أي محتوى سيء، أي محتوى سيء يكون موجود على الإنترنت لازم أبلغ عنه، لازم أشجع الطلبة إن هم يبلغوا على المواد السيئة على المنصة، سواء كان فيسبوك أو تويتر أو الواتساب، أيا كان موقع التواصل الاجتماعي اللي إحنا بنتواصل من عليه. طيب، عندك بعد كده حاجة اسمها الإنصات الإيجابي. يعني إيه الإنصات الإيجابي؟ دي حاجة من خلالها بحسن عملية التواصل ما بين الطالب وما بين المعلم. لازم أنصت للطالب أيا كان ردة فعله، لازم أنصت له، لازم أسمع ليه، لازم أخليه يبدي رأيه، لازم أخليه إن هو يشارك معايا. ممنعش من الطالب حتة المشاركة. أيا كان ردة فعله لازم أسمع ليه، لازم أنصت ليه إنصات إيجابي، لازم أسمعه، لازم أخليه يشارك مع الطلبة، لازم أخليه يشارك برضو معايا في الأنشطة التفاعلية اللي بتتعمل خلال الدرس. طيب، لازم أبدي اهتمامي الكامل بالطلبة، يعني ما خليش مثلا ما أبديش اهتمامي بطالب دون الآخر، لازم كل الناس سواسية، لازم أعامل كل واحد. يعني اللي أنا بعمله مثلا كمثال مع محمد أعمله مع أحمد، أعمله مع مريم، لازم كل واحد. ما خليش الطالب يحس ان انا مهتم بالطالب دونا عن الاخر. لازم ما اقطعش الطالب لما يجي يتكلم او يحاول يبدا رايه، اخليه يكمل للاخر وبعد كده ابتدي ان انا ارد عليه. طيب، انا لو ماشي في تسلسل افكار، يعني انا مثلا لما اجي اشرح كمثال كمبيوتر، بنشرح الاول مثلا اساسيات الكمبيوتر، بعد كده بندخل على برامج الاوفيس، فلازم امشي بتسلسل. في حالة أنا وماشي في تسلسل أفكار خلال المحاضرة، أتجنب إن أنا أطرح الأسئلة. بعد ما بخلص الجزئية اللي أنا بشرحها ممكن أطرح السؤال زي ما أنا عايز. لازم أركز في كل كلمة بيقولها الطالب. دايما الطالب هو بيتكلم أحاول إن أنا أبص عليه، يعني ما أكبرش دماغي منه، لازم أسمعه، لازم أفهمه، أشوف هو عايز يوصل لإيه، هو عايز يقول إيه، فأديله الفرصة إن هو يتكلم، وأدي الفرصة لنفسي إن أنا أسمعه، وأدي الفرصة لنفسي إن أنا أسمعه. طيب، فوائد الإنصات الجيد، إحنا بنستفاد إيه لما نيجي نعمل إنصات جيد للطلبة؟ أولاً بنقوي عملية التواصل مع الطلاب، بنحسن العلاقة اللي هو ما بين المعلم والطالب. لما أجي أنصت للطالب إن أنا أبين له إن أنا مهتم بيه، فبحسن العلاقة ما بين المعلم والطالب. طيب، بتساعدني أنا كمعلم إن أنا أعرف حاجات كتيرة في حياة الطالب، بتقلل من الضغوط اللي عليا، بتقلل من الضغوط اللي عليا. طيب، علشان أحسن مهارات الإنصات الإيجابي، في بعض الحاجات لازم نعملها. زي ما قلنا الإصغاء الجيد، يعني لازم أستمع للطالب مهما كان ردة فعله، مهما كان طريقته، مهما كان أسلوبه، مهما كان المشكلة اللي عنده، لازم أستمع ليه، أحاول أفهم وأركز في اللي هو بيقوله، وأحاول أبين له إن أنا فاهمه، وإن أنا فاهم المشكلة بتاعته، وإن أنا هحل المشكلة بتاعته. دايما لازم يبقى عندي انصات جيد للطالب، لازم يبقى عندي طولة بال انا وبعلم الطالب، ان مش كل الفئات واحدة، مش كل الناس واحد، مش كل الناس هتلاقيهم بنفس التفكير، هتلاحظ ان في اختلاف قدرات ما بين الطلبة. طيب، علشان احل المشكلات مع الطالب، انا هحاول اخلي ان الطالب بنفسه ان هو اللي يحل المشكله، انا هشاركه في حل المشكله. لازم اوصل له شعور ان انت قادر تتعامل مع المواقف الصعبه. ماشي، انت هتقول لي مشكله هحلها لك، حلو. طب انت لما تقع في مشكله كطالب هتحلها ازاي؟ لازم اعوده من هو صغير ان هو يقدر يحل المشكلات، ان هو قادر يطلع من اي مشكله هو واقع فيها. لازم انصت ليه، لازم استمع بهدوء، يعني ما اخدش قرار انا متعصب، ما اخدش قرار وانا فرحان، ما اخدش قرار انا زعلان، لازم استنى شويه اهدى واخد قرار في وقت ما اكون هادي خالص، بعيدا عن انا متعصب، بعيدا عن انا فرحان، بعيدا عن انا وحزين، فلازم استمع للطالب بهدوء. طيب، لازم يبقى عندي احترام الراي الاخر،
يعني هو قال حل المشكلة، زميله قال حل لمشكلة تانية، مش عارف مين قال حل المشكلة، أستمع لكل الحلول اللي موجودة عندي وآخد الحل الوسط اللي يرضي جميع الأطراف. طيب أنا عشان أحول الحالة المزاجية للطالب، مش لازم ده هو عنده طيب انا ازاي احول الحاله اللي عند الطالب، لو الطالب اللي عندي جاي لي النهارده حالته سيئه، ازاي احولها الى حاله جيده؟ طيب احاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل مع الانشطه اللي هو يقدر يستمتع بيها، اللي هي بتساعده ان هو يسترخي. لازم اقعده شويه مع اصحابه، يعني ممكن قبل ما ابدا النهارده المحاضره هقعدكم نص ساعه مع بعض، تضحكوا وتهزروا وتضحكوا مع بعض وانا اهزر واضحك معاكم. لازم في النص اعمل حاجه لطيفه بحيث ان انا اخلي الطالب يطلع من الحاله المزاجيه السيئه اللي هو فيها. دايما احاول ابحث على الجوانب الايجابيه الموجوده عندي والموجوده عند الطالب. زي ما قلنا نمارس بعض الانشطه البدنيه، الالعاب الرياضيه. على فكره الالعاب الرياضيه بتقوي هرمون السعاده اللي موجود عندك. احاول استرجع بعض الذكريات او الذكريات الجيده، أنا لو عندي ذكرى جيدة مع الطالب أحاول أسترجعها من خلال الصور، الذكريات الجيدة من خلال رؤية الصور. طيب أهمية بناء الثقة في الطلاب، أنا هستفاد إيه لما أبني الثقة داخل الطالب؟ أولاً أنا لو بنيت الثقة جوه الطالب هتساعده إن هو يتصفح الإنترنت بصورة آمنة، ان هو يبقى واثق من نفسه، واثق في خطواته، واثق في قدراته، واثق من كل حركة هو بيعملها، ان هو كمان يقدر يتخذ قرار بدون ما يرجع لأي حد، لان انت علمته من الاول ازاي يقدر يتخذ قرار. لازم يشعر بالرضا على نفسه، يعني اي حاجة يعملها. لازم نوصل للطلاب، لازم نوصل لعيالنا ان انت مهما تعمل حاجة حتى لو قليلة فهي انجاز بالنسبة لك. لازم على قد ما اقدر اخلي جواه شعور الرضا عن النفس وان هو شخص جدير بالاهتمام. لازم اخليه دايما راضي عن نفسه، ارضى ان رضيت بما قسمته لك فرحت قلبك وبدنك. حتى ربنا بيقول لو انت رضيت بجسمتك ونصيبك هريحك في الدنيا والآخرة. عشان كده لازم نبقى دايما راضيين عن كل أمر بيحصل في حياتنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى الكلام ده إن أنا أكون راضي عن كل أمر أنا بعمله. زي ما أنا كمعلم أكون راضي، لازم أوصل للطالب الرضا، لازم أخليه يشعر بالرضا بمجرد ما هو يعمل اي حاجه. انت لو مثلا كمثال انت دلوقتي عملت حليت الواجب فلازم تكون راضي عن نفسك. لو عملت انجاز ولو صغير ما اقولهوش انت فاشل انت كذا انت ما بتعملش، لا اقول له انت كويس. احاول اوصل له ان هو جدير بالاهتمام، اوصل له ان انت عملت حاجه عظيمه، ان ده هيكبر جواه الثقه بالنفس. احاول اساعده ان هو يتخذ قرار، اخليه دايما طموح ان هو عايز يعمل ويسوي، عايز يوصل لحلمه. ازاي ابني الثقه دي؟ زي ما قلنا علشان ابني الثقه اول حاجه الجزء العملي، ان انا ادور على الحاجات العمليه والايجابيه اللي من خلالها بيقدر يحسن احتماليه النجاح بتاعته. ادي له فرصة ان هو يجرب حاجة جديدة، جرب مش هتخسر حاجة، ممكن يوصل اللي هو عايزه وممكن ما يوصلش. لو ما وصلش فهو كده برضو زود ثقته بنفسه ان هو عمل حاجة او عرف يوصل لحاجة معينة. طيب لازم دايما اشجعهم ان انت تحاول مهما
خسرت حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهتوصل في الآخر، بس لازم أحط جواه الطموح، أزرع جواه الطموح. أنت هتقدر توصل، أنت هتقدر تعمل، هتحاول. لازم دايما أقول له دلوقتي لو العربيات بتقدر تمشي في طريق طويل، لا تلاحظ ان في مطبات بتقابلك. هالمطبات دي بتعلمنا ان انت بيجي وقت في حياتك بتقع في مطبات كتيرة، ولو اخدت المطبات دي بسرعتك هتقلب على وشك، لكن لو اخدتها في تأني هتعدي منها، ممكن تتعبك بس هتعدي منها. طيب القدوة، يعني أنت كمعلم لازم تكون قدوة للطلاب، يعني ما تنصحهمش بحاجة أنت ما تعملهاش. نسمع كتير إن الطالب يقول أنا نفسي أبقى زي الشخص الفلاني ده، طب ليه؟ أنت وصلت عنده حاجة إن أنت شخص، يعني مش هقول عظيم، إن أنت شخص إيجابي، فهو أنت بالنسبة له قدوته، هو عايز يعمل زيك، بس يعمل زيك الصح وليس الغلط. أشجع الطلبة إن هم يتصرفوا بثقة، أطلب منهم مشاريع إن هم يعملوها عن مواضيع مختلفة، إن هم كل واحد فيهم يحط فكرة من دماغه يشتغل عليها، نمارس مع بعض المهارات الاجتماعية، يعني لو الطالب شعر بالقلق أحاول مع بعض أو أنا كمعلم أقدم له إرشادات تساعده إن هو يتخطى الموقف الصعب اللي هو فيه. دايما أقل مجهود لازم أشكره عليه، أشكره على المجهود اللي بيبذله، حتى لو ما نجحش في الامتحان. طالما أنت بذلت مجهود، دلوقتي الدول الأوروبية بتعمل إيه؟ بتديك درجة بمجرد ما أنت حضرت بس الامتحان، المشوار في حد ذاته أنا هكافئك عليه. كفاية إن أنت جيت وقدرت المعلم، كفاية إن أنت حضرت وقدرت الشخص اللي هو إداله أو إدالك وقت من وقته علشان يوصل لك معلومة، عشان يوصل لك اللي هو اتعلمه. ولازم نتكلم مع الطالب خطوة بخطوة، يعني لما نيجي نطلع السلم، هل السلم ده بنطلعه مرة واحدة ولا بنطلع سلمة سلمة؟ فبيقول لك لو الواحد طلع السلم سلمة سلمة أحسن ما يطلع سلمتين سلمتين. عادي، في ناس بتقول لك أنا وصلت لسن ال 30 أو 40 كده خلاص، لا، في ناس بتبدأ حياتها من 50. فينا نروح، إحنا بنحاول، ما ربنا مدينا طولة البال ومدينا الصبر، هنحاول عشان نوصل. هنخسر إيه لو حاولنا؟ دلوقتي احنا كل هدفنا الحياة صعبة، الحياة صعبة، الحياة صعبة، عارفين ان الحياة بقت صعبة، بس انت اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ربنا مش بيديك حاجة انت مش قدها، هو علشان عارف انت قدها فبيديها لك. في بعض المقترحات علشان اعزز ثقة الطالب بنفسه، ايه هي المقترحات دي؟ احاول اكون ايجابي، دايما اشجع الطالب، احاول اطرح مواضيع للمناقشة، يعني هنتناقش النهاردة في موضوع معين لمدة ربع ساعة، أشجعه إن هو يقيم نفسه، دايما أحاول برضو أحس إن هو يشيل من جواه الأفكار السلبية، وأحاول أوصل له إن بذل المجهود ده طبيعي، طبيعي إن أنت تبذل المجهود عشان توصل لحلمك. طيب برضو أنا كمعلم لازم أفهم الحالة المزاجية للطالب وتأثيرها إيه. أولا لو لقيت في تعب جسدي اللي هي العوامل الجسدية، يا إما الطالب بيكون محتاج إن هو ينام أو محتاج إن هو ياكل أو في مشاكل عائلية مؤثرة على حالته، هتلاقيه باين على جسده، ده العوامل الجسدية.
طيب العوامل الذهنية، الذهنية بترتبط أكتر بالمخ، بالعقل، بالتفكير. فالدماغ عنده بينمو بالمناطق المسؤولة عن تنظيم العواطف والسيطرة عليها. إزاي تسيطر على العواطف بتاعتك؟ إزاي تسيطر على مشاعرك؟ إزاي تعبر عنها بطريقة ناضجة؟ برضو العوامل الذهنية دي لازم أشتغل عليها مع الطالب، إزاي يتحكم في عواطفه، لأن العواطف يعني زي ما بقول لك إيه، أنت لو ماشي كده بعربية ولقيت حيطة قدامك هتخبط فيها، نفس القصة. الإنسان بسبب عواطفه ممكن يخبط في حيطة صد ما يقدرش يطلع منها. ما تخليهاش تسيطر عليه، بالعكس أنت اللي تسيطر عليه. طيب العوامل العاطفية والاجتماعية بتأثر على حالته؟ اه بتأثر. أصدقائه وشخص بيحبه بيأثر على الحالة المزاجية للطالب؟ اه بيأثر. فلازم برضو أنا أخلي بالي من كل ده. طيب دور المعلم، أنا كمعلم دوري إيه عشان أتعامل مع عواطف الطلاب؟ أحاول أساعده إن هو يفهم الحالة بتاعته، الحالة المزاجية، وأقول له من الطبيعي إن يبقى عندك تقلبات مزاجية، أنا النهاردة حابب الحاجة دي بكرة مش حاببها، فده طبيعي، طبيعي إن يبقى عندك إيه تقلبات مزاجية. لازم أحاول أتواصل مع الطلاب وأنصت لهم وأستمع ليهم. لو لاحظنا ان انت مهما تعمل كمعلم لسه موجوده المشاعر السلبيه، يبقى كده مفيش حل غير ان انت تتواصل مع اولياء الامور. احاول ادي للطالب مساحه شخصيه ان هو يفكر في المشاعر والخبرات الجديده، ادي له فرصه ان هو يفكر في مشاعره عواطفه. احاول ادي له حلول واساعده ان هو يعني ان هو يحاول يحل المشاكل دي بنفسه. نحاول مع بعض انا وهو نشتغل مع بعض على المواجهة. طيب في حاجة اسمها المواطنة الرقمية المسؤولة. طيب امتى انا اكون مواطن رقمي؟ لو عندي تليفون، لو عندي حساب على اي موقع من وسائل التواصل الاجتماعي، لو بستخدم منصة تعليمية، لو بنشئ محتوى رقمي، يبقى كده أنا اسمه مواطن رقمي. طالما بستخدم حاجة رقمية يبقى أنا مواطن رقمي. طيب أنا كمواطن رقمي لازم أتصرف باحترام وأحمي سمعة الناس وخصوصياتهم، مش لازم أتدخل في كل حاجة هم يعملوها. سيدي كل واحد حر بنفسه، ينزله يعمل اللي يعمله. فاحنا بننصحك، عايز تعمل بالنصيحة بتعمل بيها، مش عايز خلاص، لكن انت مش هتحاسب. طيب يعني اصلا المواطنة الرقمية المسؤولة ان انا بتصرف بطريقة قانونية، لان الاختراق والسرقة والتنزيل غير القانوني جريمة يعاقب عليها القانون. يعني الهاكرز او القراصنة لو حاولوا يخترقوا اي جهاز كمبيوتر بطريقه غير قانونيه، دي يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون. لازم احمي الخصوصيه بتاعتي واحمي خصوصيه الاخرين. لازم اعرف حقوقي وواجباتي، ده برضو كله لازم اخلي بالي منه. تمام نكمل، انا بعتذر على القطع. تمام، زي ما اتكلمنا على المواطنه الرقميه المسؤوله، ان انا برضو افكر ازاي تاثير او الانشطه الالكترونيه هتاثر عليا وعلى الاصدقاء بالتاثير ايجابي ولا سلبي. طيب ازاي انا اكون مواطن رقمي؟ لازم أبادر بالاحترام، يعني لما أتعامل مع الناس أتعامل باحترام، ولازم أحترم الخصوصية بتاعته، أحمي الخصوصية بتاعته. يعني ما تطلعش
على كلمة مروره، ولا اطلع على حياته الشخصية، هو بيعمل ايه، بيسوي ايه. لازم احمي سمعته، تمام، لازم احرص في عدم المشاركة مع اشخاص لا يعرفونهم الطلاب. يعني مثلا انا لما اجي اعمل مشاركة لحاجة للطالب نفسه، ما شاركهاش مع اشخاص الطلبة ما يعرفهمش. طيب، في بعض المواقع بتساعد على تجنب عمليات الاحتيال. ده موقع من المواقع اللي انتوا شايفينها دي اهو، ممكن تدخل عليه، ده هيتجنب عملية الاحتيال. لازم يبقى في مرونة رقمية عند الطلبة. يعني ايه مرونة رقمية؟ مرونة يعني ان انا قادر اتكيف مع الظروف، ايا كان الظروف اللي انا فيها انا قادر اتكيف فيها، وان اساعده ان هو يتعلم حتى في الظروف الصعبه، حتى في المواقف الصعبه. طيب، انا كطالب، او ايه اسباب حاجه الطلاب للمرونه؟ ليه انا لازم اعلم الطالب المرونه؟ علشان يتغلب على التحديات اليوميه، ويتعلم ازاي يحمي نفسه على شبكه الانترنت، وازاي يتواصل مع الطلاب عبر الانترنت، وازاي يكون قدوة جيدة لزمايله. ولازم احسه مش كل حاجة بتظهر على الانترنت تشتريها، تجنب الشراء عبر الانترنت. ولازم يكون حذر هو وينزل معلوماته الشخصية عبر الانترنت. ولازم اشرح له ايه السلوك اللي المفروض يتبعه هو بيتعامل او هو بيستخدم الانترنت. طيب، القيم والمواقف الشخصية لبناء المرونة، زي ما قلنا احترام الذات. لازم احط معايير معينة للسلوك. لازم ان هو يتعاطف، يعني انا كمعلم اتعاطف مع الطالب، الطالب يتعاطف مع زميله، ان هو يحترم الغير، ان هو لازم يكون صادق في التعامل. طب ايه المهارات الاجتماعية للمرونة؟ يعني لازم اعلمه ان هو ازاي يقدر يكون صداقات، ازاي يقدر يحل المشاكل والخلافات اللي ممكن تظهر معاه. يعني انا كمعلم برضو لازم اتعلم ازاي احل المشاكل اللي ممكن تواجهني في الفصل. انا لما اجي اعمل مشاركة لحاجة معينة، ازاي اقدر اشارك الحاجة دي مع الفئات المختلفة. انت مش كل الناس زي بعض، عندك فئات مجتمع مختلفة، فئة الشباب، فئة الاطفال، فئة الكبار، الرجال، النساء، كل واحد بيفكر بطريقة غير التانية. ولازم انا لما اجي كطالب، لما اجي اكون علاقات مع الناس، لازم تبقى الناس دي جديرة بالثقة، يعني مش اي حد وخلاص اتعامل معاه واثق فيه واحكي له كل حاجة عني ومش عارف ايه. لا، لازم الشخص اللي انت تتعامل معاه يكون جدير بالثقة دي. طيب، ازاي ابني المرونة الرقمية، او كيفية بناء المرونة الرقمية؟ اولا، اصلا المرونة الرقمية ان انا عايز خلي الطالب يبقى عنده قدرة الانترنت او مواقع بكل سهولة، وقادر ان هو يتحدى المخاطر اللي ممكن. لازم انا معلم اوصل له المخاطر الالكترونية اللي ممكن تواجهك وتحلها ازاي. لان دي لو انت بنيت عنده ثقة هيقلل عنده الخوف والقلق، بحيث ان هو لو اي مشكله واجهته ممكن يتصدى بيها او يدافع عن نفسه بكل سهوله. في حاجات بتعمل لي المرونه وبتقلل من المخاطر دي. في شروط لازم اتبعها، اي محتوى عبر الانترنت او محتوى غير اخلاقي احظر المحتوى ده على طول. الناس اللي بتحاول هي ترتكب جرائم حول قضيها، احظر. لازم اراقب انا كشخص على الانشطه الالكترونيه
احضر معينه زي ما المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها على اللي هو مواقع خاصه بالاطفال زي مثلا جوجل، زي مثلا فيسبوك بيفرض شروط عمار، كأب كولي أمر أخلي بالي من ده. أضيف برنامج اسمه تصفية للمحتوى. يعني إيه تصفية للمحتوى؟ يعني أنا كواحد عندي 12 سنة بيعرض الحاجات، لكن هي بلس 18 اللي هو انا كواحد عندي 13 سنه ما ينفعش اشوفها، فلازم انزل برنامج تصفيه للمحتوى واحظر اللي ولازم ازود الطلاب واولياء المخاطر اللي ممكن تواجهك كمواقع التواصل الاجتماعي. في بعض الامور انت لازم تعرفها على خصوصية الطالب وأسراره، إيه هي؟ أول حاجة الخصوصية، أنا كطالب كل تقدم في العمر يحتاج مزيد من الخصوصية والمساحة، كله مساحة غير اللي عنده 15، غير اللي عنده 18، غير اللي عنده 20، غير اللي عنده 21، لازم مساحتها. لازم نديلها مساحتها سواء كان مساحة نفسية أو شخصية، ولازم أحاول أنمي من جواه إن هو يقدر يواجه التحديات اللي ممكن تواجهه في سن المراهقة. طيب السرية، أنا كواحد 18 سنة أنا عايز أستقل بنفسي، لكن السرية الشديدة ممكن يعني ده ممكن يكون تحذير ان هو عنده اكتئاب او قلق او ادمان، هو اصلا يعني ما بيحكيش ما بيتكلمش، عنده سرية شديدة محدش يعرف عنه اي لان اتش بالي من ابني او من الطالب في سن المراهقة ممكن يتجه لسلوكيات غير ايجابية. طب الإشراف، طيب أولا الطلاب ما عندهمش استعداد إن هم يتعاملوا مع البلاغين، إلا مش بالتفكير بتاع البالغ، لا أنا عايز أستقل بنفسي، أنا في فترة مراهقة. هو مش عارف إن هو في فترة مراهقة، بس هو الفترة دي بيحس إن هو عايز يبقى مع نفسه، هو اللي يعمل كل حاجة لوحده، القرارات بتاعتهم بتكون سريعة، مش بيفكر ايه العواقب اللي ممكن تعود عليه. انا لازم كمعلم عليه، لازم كمعلم اشرف عليه. طيب الاشراف الجيد بيكون ازاي؟ اولا لازم يكون الاشراف بتاعي محدود وغير طفولي، يعني انا ما اكونش مطفل واكون يعني عن الطالب، اترك له مساحة خليه يعيش مع نفسه شوية، لازم اعتمد على الثقة فيه، خليه وصل البيت بأمان. وقت الفراغ انت كطالب هتعمل ايه فيه؟ هوصل له فراغ 2 3. اعرف هو ايه اللي بيجراه الطالب او ايه اللي بيشاهده على التلفزيون او الانترنت. لو الطالب وقف ان هو يتكلم عن الحاجه اللي هو بيعملها، تمام، لو الطالب ابتدى هو يبلغك باي حاجه فعند محتاج ان انت تسال عليه، اسال عليه، اهتم بيه، اعرف ايه اللي بيحصل في حياته عشان تساعد ان هو يتخطى مرحله المرض بكل سهوله. لازم يبقى على درايه بيعمله الطالب، لو في سلوكه اخد بالي، اراقب اللي هو التقدم الدراسي، انا النهارده مثلا هو جاب في الامتحان 6 بعد جاب 5، اراقب المستوى
المستوى العلمي. أحاول أعرف أصدقاء الطالب، متعرف على ناس ذو ثقة أو ناس فعلا يوثق فيهم، ولا أحاول أتجنب إن أنا أخلي الطالب يفقد الثقة بيا. أنا كمعلم لازم ما بينوش إن أنا بتاعته، أنا بس أتخطى، بس هسيب حياتك حرية نفسية حرية جسدية. طيب، أولا بيقول لك موجبات الإشراف. أنا كمعلم، الطلاب اللي بيتم الإشراف عليهم بيكونوا أقل عرضة للانخراط في السلوك المعادي للمجتمع. يعني أنا على طالب بيكون أقل عرضة إن هو يروح على سلوك سلبي اللي هو زي العنف، إن هو برضو يبعد عن الخمور، إن هو يبعد عن ممارسة الجنس، وإن هو عرضة زاد بدرجة كبيرة، وبيحاول نتائج دراسية أفضل مما يكون، ويقدروا يعدوا الأوقات الصعبة بكل سهولة. فالإشراف مش إن أنا ما أحترمش شخصيته، لأ، أنا لازم أشرف عليه وأبين السلوك الصح من السلوك الغلط وأنصحه. طيب، أحاول على قد ما أقدر أبعد على تطبيقات المراقبة، أتجنب استخدام تطبيقات المراقبة على تليفون الطالب، لأن دي لو الطلاب عرفوها أو اكتشفوها، لو الطلاب اكتشفوها هيبين جواهم شعور ان هم غير جديرين بالثقة. يعني انا كمعلم مش واثق فيك، لازم برضو اتكلم معاه، اقول له انا بستخدم الانترنت بس بستخدمه في الامر الفلاني، الواحد اتنين تلاتة، فلازم ما استخدمش التطبيقات عشان اراقب طلب، بالعكس انا اكون متابع معاه، اخليه هو اللي يتكلم معايا، هو اللي يقول، عشان اقدر انصح الصح من الغلط. طيب، لو حصل خيانة للثقة ازاي اتعامل معاها؟ العقاب، يعني انا واثق في الطالب، انا واثق في كل حاجة هو بيعملها، انا لو مديله امتيازات احاول اسحب الامتيازات دي منه، احاول اعاقبه ان انا مش هخليك تستخدم الأنشطة الاجتماعية في الفترة دي او في وقت معين، امنعه ان هو يمارس الرياضة، ما تدلهوش وقت ان هو يستمتع بيه. في علامات بتبين ان الطالب ده مأذي ولا لا، الإزاء ولا لا، ان هو هتلاحظ، وللعلم 90% من العام متعرض للإزاء. ازاي؟ الناس عندها وقت انها تقعد على التليفون بالساعات، بنهدر كتير من الوقت. بتلاحظ ان بعض الطلبه ان هم عندهم سريه زائده، بيستخدموا التقنيات او التطبيقات، بينزلوا حاجات على التليفون وانت ما تعرفش عنها اي حاجه، ان هو دايما قاعد في الاوضه بتاعته قافل الباب، واي حد يدخل عليه يروح يكفي او يخفي اللي هو بيشوفه. هتلاحظ ان هو مش بيتكلم بصراحه على الانشطه بتاعته، هتلاحظ يعني لما على التليفون ما بيحبش يرد قدام حد، بيتكلم حديث غامض على صديق جديد. يعني انا اتعرفت على واحد جديد هتكلم بغموض عنه، اقضي مزيد من ان انا بتكلم مع اصحاب جديد على الانترنت،
ازاي اساعد الطلبة ان هم يحددوا ويديروا خاطر على الانترنت؟ اولا لازم اساعده ان هو يبني المرونة الرقمية، ان هو يكون قادر ان هو يتصدى لاي مخاطر ممكن تواجهه. لازم انا اكون قدوة للطالب بتاعي، لازم اتكلم معاه حوالين المحتوى والسلوك الالكتروني الايجابي وليس السلبي. لازم اذكره كل شويه ان هو يحافظ على الخصوصيه بتاعته، ولازم اعلمه ايه انسب طرق تشتري بيها عن طريق الانترنت. طيب في بعض الوسائل او الاستراتيجيات اللي ممكن استخدمها علشان اساعد الطلبه ان هم احاول احط خطه معاهم، احاول اخليهم يقولوا اقتراحات بتاعتهم، ان انا اتكلم معاه على المحتقق والمزعج، ما ادلهوش حكم انت لازم تعمل كده، لا انا هتكلم معاه ايه اللي هو ممكن يقعد عليك من المحتوى الغير اللائق. لازم اجب على تواصل دائم مع الطالب، لازم احس الطالب ان هو يضيفني انا معلم كصديق على مواقع التواصل عشان يحس ان انا يعني ايه ده، انا عندي المعلم الفلاني او المدرس كذا عندي صديق على الفيس، فهو بيشعر بالفخر. لازم اشجعه ان هو يستخدم الانترنت بامان ويراجع اعدادات الخصوصيه بتاعته اول باول. طيب لازم اعرفه ازاي تقدم شكوى بخصوص اي محتوى سيء. ادوات الامان لما تيجي تستخدمها هتعمل لك ايه؟ لازم اكون انا كمعلم لازم اكون على درايه بالالعاب والمواقع الالكترونيه المناسبه. في العاب كتير ابتدت تظهر دلوقتي للشباب وللبنات للاطفال، فلازم ابقى على درايه بكل الالعاب دي. طيب احاول ان انا اجرب ان الانترنت هو والطالب موجود معايا. لازم انا برضو كمعلم ان انا اشوف اعدادات خصوصيه ازاي يتبع اعدادات الامان الخاصه بالانترنت. اول اناقشه في مضمون المحتوى الالكتروني ايا كان المحتوى الالكتروني، ايه الخدع اللي ممكن تواجهك، ايه الاخبار المزيفه مثلا. لازم اتكلم معاه صراحه عن ازاي يستخدم الوسائل الرقميه. في موقع بيساعد على كشف الخداع اللي هو اسمه ايه؟ هوكس سلاير. ده موقع يساعدك او بيساعدني كمعلم ان انا اكشف الخداع. طيب طيب زي ما قلنا المعلم لازم يكون على دراية بالمشاكل علشان يحافظ على سلامة الطلاب. احاول ان انا امنع الجريمه الالكترونيه، يعني اللي بيحاول ان هم يسرقوا البيانات بتاعتك او اللي احنا بنسميهم القراصنه، احاول على قد ما اقدر ان انا التزم باعدادات الامان الخاصه بمواقع التواصل الاجتماعي. طيب لحد هنا في اي مشكله مع الناس؟ يبقى انا كمعلم زي ما قلنا لازم اكون دراية بالمشاكل التالية، يبقى اكون عارف المشاكل دي. لازم اتأكد ان الطالب بيرسل بيانات بطاقة الائتمان من خلال مواقع آمنة. لازم اعلمه الفرق ما بين المواقع الآمنة والغير آمنة. لازم اخليه يفكر قبل ما يشارك اي حاجة، مش اي حاجة تشاركها وخلاص. لازم ابين له ان انت بمجرد ما هتشارك الصورة الشخصية ممكن تتعرض للتنمر. طيب احاول ابعد عن المواد الغير اللائقه. احاول برضو ان انا يعني اقلل من استخدامه للالعاب الالكترونيه. في تطبيقات بريد الكتروني زي حاجه اسمها البلوك سندر، دي بتحظر الرسائل الغير مرغوب فيها، الرسائل اللي هي شاكك فيها. ده تطبيق بريد اسمه البلوك سندر، ده ممكن يستخدمه الطلبه ان اي رساله غير موثوق فيها بيعمل لها حظر على طول.
ولازم ابين له او اوصل له ايه اللي ممكن يجيب الفيروسات على الكمبيوتر. مش اي اعلان تدخل عليه، مش اي رابط تدخل عليه، ولازم دايما تحدث برامج فحص الفيروسات باستمرار. لازم دايما اسيطر على الامر، ان انا اطرح مثلا متصفح امن، وان انا اخلي الكمبيوتر في منطقه يتردد عليها افراد العائله، يعني ما اسيبش الكمبيوتر في اي مكان وخلاص. مش اي موقع ادخل عليه وخلاص، لازم اتاكد ان هو بيستعمل موقع تواصل اجتماعي امن. لحد هنا في اي مشكله مع الناس؟ الامور بسيطه. باقي الناس حد عنده اي مشكله؟ الناس اللي موجودة معايا حد عنده أي مشكلة؟ طيب حد كان بيسأل على الامتحان الدولي عملي ولا نظري ولا عملي ونظري؟ لا، الامتحان الدولي عملي ونظري مع بعض، تمام؟ بالنسبة للامتحان الدولي، الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، والاكسس حاليا اتلغى، بس برامج الاوفيس كلها عملي. يعني بيجيب لك مثلا بالظبط من سؤالين لخمس اسئله بس نظري، والباقي كله عملي. بالنسبه مثلا لاساسيات الكمبيوتر بيجيب لك حوالي 10 اسئله او 15 سؤال عملي، والباقي كله نظري. الانترنت بيجيب لك جزء على البريد الالكتروني، وجزء على الملفات المضغوطة، وجزء على النظري. تكنولوجيا المعلومات بيكون كله نظري. أمن المعلومات للمعلم والأمن السيبراني نظري. إيه تاني؟ بس. والطباعة وإدخال بيانات زي ما إحنا شرحنا، هو بيديك قطعة أنت بس تكتبها، ويشوف سرعتك في لوحة المفاتيح في الكتابة، بتاخد وقت قد إيه في الكتابة. فما تقلقوش ان شاء الله، على يوم الجمعه ان شاء الله هنخلص الامن الرقمي، واقول لكم ايه اللي فاضل لنا بالظبط، تمام؟ وبعد ما اقول لكم ايه اللي فاضل لنا بالظبط، هنشرح مع بعض او هنعمل سي في على برنامج الوورد. وفي بعض الاسئله سالها باشمهندس ازاي افتح الدرايف المقفول، هيدي كل حاططها في الاعتبار. فقبل ما نبدا في محاضره الجمعه هنستعرض مع بعض اللي فاضل لنا في الكورس، بحيث ان انت تكون اخذت النظري والعملي بالكامل. وبعد كده ان شاء الله بعد ما نخلص، يعني فاضل لنا من محاضره اثنين، يعني من ثلاث لاربع وخمس محاضرات. لو اخذنا وقت زياده، يعني اخذنا محاضره ساعتين او ثلاثه، ممكن نخلص في محاضرتين او ثلاثه. كل القصه ان يوم الجمعه هنخلص الامن الرقمي، وهنحل مع بعض الاسئله النظريه اللي بتيجي في اساسيات الكمبيوتر والانترنت وتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني. ده يوم الجمعه باذن الله. هناخد محاضره تانيه، ناخد مع بعض ازاي نعمل سي في على الوورد، ازاي نفتح الملفات المقفوله او القطاعات المقفوله اللي عندي، وازاي مثلا ابحث على مواقع التواصل الاجتماعي، او ازاي مره واحده اشيل كل عمليات البحث بتاعتي. كل الحاجات دي ان شاء الله هناخدها في المحاضره بعد كده. وبعد كده ان شاء الله هيقبل حلول الاختبارات الدوليه. احنا كنا حلينا مع بعض اسئله في برنامج الوورد، فالناس تحاول تبص عليه. حد كده عنده سؤال بخصوص محاضرات لحد النهارده؟ اللي عنده اي سؤال يا ريت يبعته للبشمهندس احمد حسام، او يبعته لي علشان نشرحه في محاضره. يعني ان شاء الله باذن الله بعد المحاضره اللي جايه او اللي بعدها اللي هنخلص فيها النظري، هيبقى في محاضره بس حلول الاسئله اللي انتوا بتسالوا عليها. ف
في البداية هنشرح ازاي نعمل سي في على برنامج لود، ونعرف الفرق ما بين السي في الرسمي والغير رسمي، الفورمال والانفورمال، ونعرف ازاي نعمل تقارير. حد كلها ان شاء الله هناخدها قبل ما ننهي مع بعض ان شاء الله. فان شاء الله احنا ادينا فرصة للناس انها تدخل تختبر الامتحان اللي احنا بعتناه. اخر ميعاد هو الباشمهندس قال ان هو بكرة ان شاء الله هيكون الساعة 12، فالناس تدخل وتجرب. انا عايز الناس تدخل وتجرب تشوف هل مستواها اتغير من بداية الكورس ولا ما اتغيرش، بس علشان بعد كده هنبتدي من الاسبوع الجاي ان شاء الله، او ان شاء الله يعني وقت ما الناس تسلم وتخلص هيبتدي الباشمهندس احمد يجهز لكم الشهادات. بس الناس الاول لازم تكون مسلمة المشاريع، الوورد، الباور، الاكسل، الاكسس، 4 مشاريع، وتكون على الاقل امتحنت الامتحانين اللي في الاول. طب واللي ما امتحنش، الامتحان بتاع اللي احنا نزلناه امبارح هيعوض على الامتحانين دول، او اللي عايز يزود يدخل عادي، يدخل عادي يمتحن ويجرب حظه. اتفضل هندسة. اتفضل عند سماحة حضرتك. بص هندسة، لو جيت دخلت الامتحانات اللي فاتت وحليتها وعديت فيها تمام، درجة الامتحان بتاعت اللي هي نزلت امبارح، الدرجة دي احنا حاطينها للناس اللي ما دخلتش في الأول. لا لا، الامتحان التعويضي مش هيأثر، لا مش هيأثر على الامتحانات اللي امتحنتها قبل كده. اللي امتحن الامتحانين اللي قبل كده خلاص، لكن اللي ما امتحنش، وللعلم الامتحانات اللي قبل كده اتأخرت خلاص. أنا بتكلم اللي هو دخل الامتحان اللي قبل كده وحابب ان هو يدخل الامتحان التعويضي، حتى لو ما عداش او ما وصلش لنسبة النجاح مش هيأثر. الناس انا عايز الناس تدخل بس تجرب، مش اكتر ولا اقل. الناس اللي هي ما امتحنتش امتحانات الاثنين الاولانيين لا، يركزوا في الامتحان ده، اما اللي امتحن يحاول يجرب. انا بشكركم، اشتغل عليكم كده النهارده، هنكمل ان شاء الله يوم الجمعه. هشوف لو كده مثلا لو قدرت اديكم محاضره بكره، يعني لو كده بكره هتبقى الساعه 4، من 4 ل 5، فاعملوا حسابكم ممكن تكون في محاضره بكره من 4 ل 5، وبتاعت يوم الجمعه دي اكيده، بتاعت يوم الجمعه دي اكيده ان شاء الله، يعني بحيث ان احنا بكره نخلص اللي فاضل لنا بس في الامن الرقمي تمام. فان شاء الله باذن الله خير نلتقي في محاضره ان شاء الله باذن الله، ربنا يمنع الموانع، وناخد محاضره بكره من 4 ل 5 ونكمل يوم الجمعه باذن الله.